يا جدعان نركز بقى، مين عايز فول ومين عايز فلافل؟ انا عايزه كوارع وانا عايزه 2 فول محبش، واحد بطاطس واتنين فلافل، وانا عاوز شاورما وطوميه. انا عايزكم تعزموني وانا بابا غنوج. قالوا لي انزلي الشغل هتتبسطي. نزلت الشغل بقيت مزنوقه ومهمومه وتخينه ومخنوقه ومش طايقه نفسي ولا طايقه الواد ده. جماعه وحشتوني جدا، اخيرا الاجازه خلصت وهشوفكم تاني. هي دي روح التيم والعمل الجماعي والله. اشكالكوا على الصبح، لولا الاقساط ما كنتش نزلت. هو انت بقى الموظفه الجديده؟ اه انا سامعه ان فلوس الشغل حلوه. لا فلوس ايه، الحوارات هتعجبك اكتر. يعني انا حولتك للتحقيق عشان بتيجي الشغل متاخر، تقوم جاي التحقيق متاخر بس. جايب لك خبر يا مدير، جايب لك خبر، الواد سليم مشى وزوج امبارح من الشغل بدري. اخبار السلفة ايه؟ شغاله يا روحي يا روح قلبي. بقول لك ايه، البنت شاهده مشكلات مع خطيبها؟ اوعى يكون عينك منها يا ولا، عشان هي عينيها من الواد الاصفر الابيض اللي هناك ده، عنده شقه وعنده عربيه ودمه سم. انا مش عارف الواد الاصفر ده عجبها في ايه. شوف يا سيدي هو بيعمل ايه واعمل زيه. عيني بتحبك وقلبي بيحبك وحضني بيضمك، ده يبقى ايه معايا؟ وحشني وبعد بتوحش يا اسطى. مش كل ما تشوفنا مبسوطين تغني بقى. وانت عندك مشكله مع السيستم؟ بس انا عندي مشكله مع نيكي. قال مين يا رحطان؟ ما تزعلش نفسك يا مدير، ما تزعلش نفسك بسرعه. هوا القعده الحلوه دي محتاجه لها نكته. لا بيقول لكم بقى، مره طرحه نزلت في الشتاء قالت انا بندانة. ازاي يا مدير؟ مين قال لك كده؟ ده انا اول واحد بيجي الشغل واخر واحد بيمشي. ابن الشركه عصفورة بعت لها جواب. اه عصفورة ولا سألت فيا؟ انت تعرف ان تلتين حنان العالم في عينيكي؟ بس بقى بأحرق. وانت عارف ان نص محن العالم في وشك؟ وشه ده من احلى اربعة في شارع محسن. هو المدير كان بيقول ايه؟ كان بيتكلم عن الناس اللي بتيجي متأخر واللي بياكلوا في الشغل. يعني هو مش راضي يشيلنا من دماغه؟ دماغه كبيرة اكبر من نظارته. المدير عرف ان انت جيت متاخر النهارده. انا كنت باخد الشاور روتين بتاعي. ايه مكانتي في المجتمع؟ ما تسمحليش انزل في عز الحاجه ده. هو انت كده واخد شاور؟ جماعه القبض هيتاخر. هيتاخر؟ الو حضرتك مرات المدير؟ انا مراته الثانيه. انا بقى عايز اعرف مين اللي بينقل اخبار لمراتي كل يوم. والله ما انا يا نجم الجيل اكتر حاجه بحبها فيكي هو ده. ولا مني حوار في الشغل حصل، ياخد وقت قد ايه والشركه كلها تبقى عارفه؟ هما 3 دقايق. بقول لك ايه، هي الشغلانه دي بتاكل عيش؟ دي ما بتاكلش غير عيش، بتاكل تونه. انت كنت ايه قبل ما تشتغل؟ والله العظيم يا عم كنت بصحتي، بس صحتي جت قوي على الشغل، بالذات المدير في عصافير واخد وضع في الشغل. المدير ما بيشربش الشاي غير من ايدي. يا ماما القبول ده اهم حاجه، يعني انا مثلا في الشغل محدش طايقني، انا تعبت، انا فقدت الشغف. مش بنشتغل عشان الشغف، علينا دور نشتغل على تحبس. ايه حضرتك عندك مشكله؟ طب احكي لي. طيب يا بيبي يا عم ما تضايقش نفسك، كله بيعدي. ما بيعدي على وشي، على وشي. سوري يا جماعه كملوا شغل عادي. ماني يا عشة. سيو سيو سيو. احمد عايزين الشغل ده يخلص النهارده. ليه؟ عشان لسه هنعدل فيه اسبوع. حلوة في الفرندا نادهلي وبصيلي ولا اجلي بجد اشرب الف هنا امبو. سليم انا خايف الذكاء الاصطناعي ياخد مكاننا في الشغل. مكاننا ايه؟ اقسم بالله ما هيتحمل قرف المدير اللي جوه.